السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرحيم الرحمن أنعم علينا بالأمن والإيمان، والصلاة والسلام على خير إنسان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها الرئيس المعقر والقائمون بالجامعة وأساتذتي الأجلة والضيوف الكرام والمستمعون، موضوعي في هذه الحفلة المباركة بإذن الله الأمن والسلام في ميزان الإسلام. أحبتي في الله، إن الأمن مطلب رئيس لكل أمة، إذ هو ركيزة استقرارها وأساس رخائها، فإن الشعوب والأوطان لا تسعد إلا بالأمن والسلام. والأمن بجميع أنواعه وأصنافه مقصود الشريعة الإسلامية وأحكامها، وهي نعمة عظمى على عباده، ولكن الناس لا يعرفون مكانتها وأهميتها إلا عند سلبها منهم. وكذلك عدد الله هذه النعمة على قريش، حيث قال: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن أجل أهمية هذه النعمة سأل إبراهيم الخليل عليه السلام ربه فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. أحبتي في الله، بالأمن والإيمان تتوحد النفوس وتستمر الحياة وتقدر الأرزاق، ويتعارف الناس وتتلقى العلوم من منابعها الصافية، ويزداد الحبل الوثيق بين الأمة وعلمائها، ويتبادل الناس المنافع وتقام الشعائر بطمأنينة، وتقام حدود الله في أرض الله على عباد الله. وإذا ابتل الأمن تبدل الحال، ولم يهنأ أحد براحة البال، فيلحق الناس الفزع في عباداتهم، فتهجر المساجد ويمنع المسلم من إظهار شعائر دينه. قال سبحانه: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. إذا سلبت نعمة الأمن فشا الجهل وشاع الظلم، وسلبت الممتلكات، وإذا حل الخوف أذيق المجتمع لباس الجوع والخوف. قال سبحانه: فأذن